مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب حضراتكم ولقاء جديد من برنامجكم الدين والحياة. بنحاول دايما من خلال هذا البرنامج ان احنا نعيش حياة سليمة ربنا يكون راضي عننا فيها، وفي نفس الوقت نكون مستخدمين الدين بصورة سليمة، بنطبق تعليم ديننا، في النهاية نكون كسبنا كده ديننا وكسبنا حياتنا كمان، يكون ربنا راضي عننا. النهاردة يا سيدي يشرفني يكون موجود معايا داعي الاستماع القدير فضيلة الشيخ عبده الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. أهلا بحضرتك، الله يكرمك دكتور. الشيخ عبده، هو المعادلة الصعبة ازاي نعيش حياة صعبة اللي احنا عايشينها دي، وفي نفس الوقت حياة ربنا راضي عننا فيها، فنكون كسبنا الدنيا وآخرة زي ما بيقولوا، نعمل ايه بقى؟ هو طبعا انا بحيي حضرتك على اللقاء الطيب ده. اشكرك. والدين والحياة اسم جميل جدا. احنا نقدر نقول ان الدين مجموعة قواعد لو مشينا عليها هنعيش حياة سعيدة. تاني كل حاجة. الجملة دي تاني كده. الدين مجموعة من القواعد والقوانين. تمام. اللي لو احنا التزمنا بيها هنعيش حياة سعيدة. يعني مثلا لو واحد التزم بالمعايير اللي الدين حطها في الأكل والشرب هيعيش حياة صحية سليمة. لو زوجين التزموا بالمعايير اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها بين الزوجين هيعيشوا حياة زوجية سعيدة. لو الإنسان في حياته المادية في الشغل في الإنفاق في سبيل الله عز وجل ماشى بالمعايير اللي وضعها الإسلام هيعيش حياة مالية سعيدة. فالدين جاء لنعيش حياة سعيدة. ربنا عاوزنا نعيش سعداء. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ربنا عاوزنا نعيش مبسوطين ولكن بطريق سليم، ما نأذيش حد وما نأذيش نفسنا في المقابل. نعم. طب في نفس الوقت بقى، يعني احنا دلوقتي بنعمل الربط ما بين الدين والحياة، في ظل الصعوبات اللي موجودة النهاردة، تدي روشتة سريعة كده، واحد اتنين تلاتة، نعمل ايه؟ اول حاجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. الانسان يكون قريب قوي من ربنا. ده واحد. اتنين. رقم اتنين ان هو ينظر لي، هو واحد مريض عاوز يتعالج يساعد المرضى. واحد فقير يتصدق. نعم. لان من صفات المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومما رزقناهم ينفقون حتى ولو كان هو معهوش. تمام. ومعه قليل. تصدق عبدي أنفق عليك، ربنا اللي قال سبحانه وتعالى. ثلاثة. رقم ثلاثة ما يظلمش حد. يبقى هو يساعد، يتوكل على الله، بلاش يأذي حد. طيب احنا معانا الروشيتا، هو رحيل لمجمع التوحيد الاسلامي بالشرقيه، قال الستة ابو الهول، مركز صدر الحجر. هنروح نشوف مع بعض محتاجين ايه من حضراتكم ومننا، وراجعين مع الدين والحياه. اتفضلوا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المسجد بتاعنا ده مساحة 650 متر. المسجد ده كان مغلق من 2008 ل 2012. المسجد وقع على الناس وهي بتصلي، اغلق اغلاق نهائي. المسجد ده صرح كبير واساس للعزبة دي. العزبة دي من غير اساس، من غير مسجد. اللي يقدر على اسمنت يجيبه، اللي يقدر على نقل رمل يجيبها، اللي يقدر على اي حاجة يجيبها. هذا المسجد الذي يحتاج إلى التأسيس ويحتاج إلى إعادة الترميم وإعادة البناء مرة أخرى، سيظل بإذن الله تبارك وتعالى شاهدا لك أمام الله سبحانه وتعالى بأنك وضعت فيه ما وضعت عمرا طويلا. المسجد دون من 2011 هو واقف، ما فيش جمع في المكان إلا الجمع ده، والجمع دون مساحته كبيرة، وعايزين نقوم إن شاء الله ربنا يقدرنا اللي بنقدر عليه بنعمله، بس الجامع مساحته كبيرة وعاوز مساعدة. وبنروح نصلي جنازة ولا بنصلي أي حاجة في العزبة ما بنعرفش، نص الناس بتبقى برة. وربنا يعيننا على بناء هذا المسجد، لأن إحنا لسه بادئين النهاردة، برضو في ناس بعتت ونشكرهم، اللي بعت شوية أسمنت أو اللي بعت رمل، إحنا بنشكرهم.
كان حد يقدر يساعد باي حاجه انا بقول لك تعالى بنفسك، ما تبعتش فلوس، تعالى بنفسك هوديك للشونه، حط فلوسك في الشونه، مش عايز تيجي انا اجي لك اخدك بعربيتي اوديك لعند الشونه، حط فلوسك فيها وتعال شوف الشغل بنفسك وباشر. زي ما حضراتكم شفتوا معانا مشوار طويل، محتاجين مساهمة حضراتكم ومساعدتكم. المسألة محتاجة مبالغ كبيرة جدا مع ارتفاع أسعار الأسمنت والطوب والزلط والرمل والحديد. كلنا محتاجين نسارع ونساهم في بناء هذا المجمع. هو مش مسجد عادي الناس بتصلي فيه وبس، لا ده مجمع شامل جامع مساحته 650 متر، محتاج زي ما قلت كده مشوار طويل. معانا 40 طن حديد محتاجينه، محتاجين 120 طن اسمنت، محتاجين 300 متر زلط، 130 متر رمل، بالإضافة كمان إلى بقية بقى الحاجات خاصة بالتشطيبات والأسلاك. مشوار طويل. مولانا مين مسؤول بقى عن الحاجات دي؟ هل احنا كلنا مسؤولين كده على استكمال هذا المجمع من القرآن والسنة؟ تقول لي اقول لحضرتك ان في قصص ملهم كتير. لو الانسان عمل ذنب بيعاقب من الله سبحانه وتعالى، لو تاب ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه، لو المجتمع ذنوبه كترت بيعم البلاء والوباء والغلاء على كل الناس. طب احنا كمجتمع عاوزين الاسعار تنزل، عاوزين يبقى فيه خير، عاوزين يبقى فيه صحه، عاوزين يبقى فيه بركة. فرحه وفي بركه. لازم كلنا كمجتمع نتكاتف في الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من شؤم الذنوب والمعاصي. طيب حضرتك بتقول المسؤوليه مسؤوليه مين؟ مسؤوليه كل المجتمع. لو كلنا ساهمنا في اعمال الخير كلنا حنول الثواب والبركه والاجر ويعم الخير على الجميع. دايما المجتمع المسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل له ابواب. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ عبدي انفق عليك، انا هتصدق وحضرتك هتتصدق، والمشاهدين بيسمعونا دلوقتي بيسارع ياخد الرقم علشان يتصل ويتصدق. مين اللي هينفق علينا؟ ليس بشر، ده تدبير الله سبحانه وتعالى. وذلك احنا بنقول كمان في الازمات التكاتف في اعمال الخير. احنا بنقول احنا عايزين نعيش الحياة بشكل سليم، نعم. يبقى نسارع في اعمال الخير. اذا سارع الناس في اعمال الخير عم الخير على الجميع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يرحم الله الاشعريين، اهل اليمن. في عيلة كده في اليمن اسمهم الاشعريين او قبيلة، كانوا بيعملوا حاجة جميلة جدا. قال اذا ارملوا في الحرب او قل طعام عيالهم، حصلت مجاعة، المطر قليل، فيش أكل كتير، يعملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد. أنا عندي شوية دقيق، عندي شوية شعير، عندي شوية زبيب، نجمع كل ده على كان واحد، وبعدين كلهم يتجمعوا ثم قسموه بينهم بالسوية. يبقى كله إيه؟ متساوي، كله قد بعض. نعم. يعني عندنا أزمة كلنا مع بعض، عندنا خير كلنا البركة مع بعض، البركة تعم بقى. البركة تعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأنا منهم وهم مني. اللي بيفكر التفكير ده، يمكن سؤال حضرتك مختلف، أنا أول مرة يتعرض علي الموضوع ده، هي المسؤولية مسؤولية مين؟ هو إحنا عايزين إيه؟ إحنا عندنا أزمات كتير، عندنا ذنوب، عندنا معاصي، عندنا أولاد في التعليم نفسنا يتفوقوا، عندنا بنات عاوزين نجوزهم، عندنا أولاد نفسنا نفرح بيهم، فده كله ضغوط وطموحات في نفس الوقت. فماذا نفعل؟ نتصدق. الصدقة على المساجد من أفضل أنواع الصدقات، لأن هي بتجمع فيها كل حاجة. مولانا فكرة برضو إعمار المساجد وأهمية المسألة دي، هل هي بس إعمار المساجد إن أنا أروح أصلي في المساجد، ولا كمان إن أنا أساهم في إنشاء بيت من بيوت ربنا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد تنقسم لقسمين، العمارة المادية إن أنا أتبرع بأرض، إن أنا أتبرع بفلوس، إن في حد دلوقتي يقول لا أنا حضرتك بتقول إحنا محتاجين كم طن حديد، نصهم عليا، أو هجيب طن حديد، أو هجيب أسمنت. عمارة مادية حقيقية. نعم. أنا اسمي اتكتب في المسجد ده أنني من المتصدقين، المسجد أقيم، يبقى العمارة التانية بقى
ان انا كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فدي من علامات الايمان. يبقى انا لو عاوز اقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انني مؤمن بك حق الايمان، طب ايه الدليل يا ايها العبد المؤمن ان انا لما شفت مسجد عاوز يتبنى قمت متصل فورا وساهمت في هذا البناء، فكتب اسمي من أسماء المتصدقين لبيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. طب لو بنتكلم هنا عن دور المسجد في حياتنا كمسلمين عبر التاريخ بقى، وفي نفس الوقت أهمية وجود مجمع إسلامي في حاجات كتير، في مكان لتحفيظ القرآن الكريم، مصلى للسيدات، مكان لصلاة الجماعة، ده أهميته إيه في الظروف الصعبة احنا فيها النهارده؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ودي يمكن سنة في الإسلام، ان الاسلام لما يكون موجود في مكان علامة وجود الاسلام في هذا المكان ايه؟ المسجد. سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر عمل ايه؟ مسجد، بنى مسجد. الرسول نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدين مش مسجد واحد، لان في بعض الناس بيعتقد ان المسجد النبوي اول مسجد بناه النبي. لا في قبل كده، مسجد قباء اول ما دخل المدينة استقر فترة من الوقت بنى مسجد قباء وسابه وراح بنى مسجد او المسجد النبوي المعروف حاليا. سيدنا عمرو بن العاص بنى مسجد عمرو بن العاص ما زال شاهد. فبناء المساجد يعني بيدل ان الاسلام موجود في هذا المكان. طب احنا موجودين في قرية ليس فيها الا مسجد واحد وهدم واهل القرية مش قادرين يبنوه، يبقى فرض عين على كل مسلم ان هو يساهم حتى يقام هذا المسجد ويبقى عندهم مكان تصلى فيه الفرائض وتقام فيه الجمعة وتصلى فيه الجنائز. وعندنا هنا كمان ميزة تانية، يعني الصدقة هنا صدقة يمكن دنيا ودين، والدين والحياة مع بعض. عندنا مجمع هيعالج الناس صحيا، ان في مستوصف طبي والناس تقيم فيه العبادات، يعني هو اسم سبحان الله فيه البركة. نعم. فهيصبح فيه الدين وتصبح فيه الحياة والحفاظ على الحياة من خلال يعني هذا المركز الطبي. وزي ما بقول طبعا مرتفع الأسعار النهاردة محتاجين فعلا سرعة انتهاء من هذا المجمع. احنا دايما بسمع يقول لك ايه، لو عندك حد عيان في البيت تصدق. صحيح. ايه العلاقة ما بين الاحتياج ويا طلب الحاجة وما بين الصدقة؟ ده سبحان الله، يعني الرسول بيقول ايه بقى عليه الصلاة والسلام، بيقول داووا مرضاكم بالصدقة. يعني ايه؟ يعني انا لما بتعب بروح للطبيب بيكتب لي روشتة، روشتة دي فيها الدواء اللي المفروض لما اخد الدواء ده اخف. طب في طريقة تانية موازية، طب نبوي، واحد مريض والطبيب عجز معاه، اعمل ايه؟ اتصدق. طب هيشفى؟ يقينا هيشفى. سيدنا عبد الله بن المبارك جاله واحد وقال له انا بقالي 7 سنين عندي قرحه في رجلي ما خفتش، جربت كل انواع الطب. قال له تصدق. فالراجل تصدق بنيه الشفاء فشفي بامر الله سبحانه وتعالى، لان ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، طهر الذنوب، طهر الامراض، بتحفظ الانسان. ولان الصدقه امرها عجيب سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقه تطفئ غضب الرب. ربنا سبحانه وتعالى لو غضبان من الانسان خلاص انطفأ هذا الغضب، يعني وكانها بتحول يعني سيئاتك بتحولها حسنات، يعني طبعا سبحان الله ربنا راضي عنك فيها. ده اكيد. طب احنا لو بنتكلم برضو هنا عن المشاركه، في ناس تبقى متصوره ان انا لازم اجيب كل حاجه. دلوقتي احنا قلنا 60 طن و100 متر و150 متر، يعني هل الصدقه دي مرتبطه ب برقم معين ولا احنا كل واحد ممكن يساهم ويساعد على قدر استطاعته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم يعني سبحان الله كلام النبي كلام يدخل القلب، يقول اللي هيبني لله مسجد ولو كعش طائر. عش الطائر ده قد ايه؟ قد كده، قد طوبة واحدة. بنى الله له بيت في الجنة. ليه؟ لأن أنا اللي تصدقت، مين اللي هيديني الجزاء؟ اسمه الكريم سبحانه وتعالى، فيديني على الحاجة الصغيرة أجر كبير جدا. ويقول صلى الله عليه وسلم رب درهم سبقت 100,000 درهم. واحد دلوقتي قاعد بيشاهد مجمع التوحيد، أم مسك السماعة ومتصل وتبرع ب1000 جنيه كان موجود معاه،
ده ممكن يبقى له ميزان من الحسنات، جبال من الحسنات، اكتر من واحد تبرع بمليون جنيه. ليه؟ النية. ما كانش معاه غير الالف جنيه. نعم. هو تصدق بكل ماله، بنصف ماله، بالرغم ان هي حجمها ايه؟ قليل. صغير، ولكن هي عند الله عز وجل عظيمة جدا. نعم. يعني كل واحد على قدر استطاعته. اذا مجمع التوحيد الاسلامي بالشرقية والشرقة واهل كرم، وكلنا عشبنا كده في ربنا ثم في حضراتكم. انا عارف يعني انتوا عمركم كشرقة وهتسيبوا القرية دي، قرية ستة ابو الهول صان الحجر بالشرقية، وهذا المجمع على مساحة كبيرة 650 متر، محتاجين مساهمة حضراتكم. زي ما قلنا كل واحد على قدر استطاعته، مشوار طويل مع ارتفاع الاسعار، محتاجين 40 طن حديد، 120 طن اسمنت، 300 متر زلط، 150 متر رمل. ده بالنسبة للشرقية. نروح بقى للدقهلية، نتكلم عن قرية أم حمدان، مسجد أم حمدان بدكرنس. هنروح هناك لهذا المسجد اللي برضو أهل القرية بينجدوا حضراتكم بسرعة الانتهاء من بيت من بيوت ربنا عشان يقدروا يصلوا فيه ويتعلموا فيه القرآن الكريم ويعلموا ولادهم فيه، علشان بيصلوا في الشارع ما عندهمش مكان يصلوا فيه. نروح مع بعض لمسجد أم حمدان، اتفضلوا. بخير واهله بخير.
احنا شفنا مع بعض مسجد أم حمدان، يعني في أساسات في أعمدة موجودة، لكن لسه محتاجين مساهمة حضراتكم، وياريت كده كل ما سرعنا وشاركنا في الانتهاء من هذا المسجد هيقدروا يصلوا فيه ويستفيدوا منه، عشان حتى يعني يتباركوا ويصلوا فيه جماعة في شهر رمضان الكريم. مسجد أم حمدان محتاجين صبة سقف، محتاجين 15 طن حديد، 60 طن أسمنت، 80 متر زات، و60 متر رمل، وقال لك كل واحد على قدر استطاعته. يعني ممكن بنفسكم تروحوا وتشوفوا. هي بتكلم عن رجال اعمال اللي موجودين في الداخليه، اكيد هم يقدروا يساهموا ويساعدوا بمبالغ كبيره، عشان هذا المسجد بيعاني والاهل القريه مش لاقيين مكان يصلوا فيه، وبالتالي هم بيناشدوا حضراتكم بصوره انتهاء منه. طب عايزين نتكلم بقى مولانا هنا من الناحيه الدينيه، فين من القرآن والسنة يقول إن الإنفاق على مثل هذه المساجد مصرف من مصارف الصدقات الجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرهن للعبد في قبره بعد موته. يعني في سبع حاجات لو الإنسان عملهم، وخصوصا لو عملهم في حياته، لأن الإنسان لما بيتصدق وهو حي بتبقى صدقة لها يعني معنى خاص، بيكون الإنسان بيحب المال. من ضمن هذه الصدقات السبعة: أو بنى مسجدا. أنا بنيت مسجد، والمسجد عمره أطول من عمر الإنسان. هنشوف مسجد بخرسانة مسلحة وبالأساسات والتسليح ده، يعني ممكن يتجاوز 100 سنة أو 150 سنة أو يتجاوز الرقم. نعم. ده احنا بنشوف مباني فتظل بقى الثواب موجود إلى ما شاء الله. حتى لو حصل تجديد تاني، اللي اتبرع في الأول كده خلاص الصدقة الجارية بتاعته خلصت، لا حرج على عطاء الله. يعني مسجد عمرو بن العاص والثواب ممتد طبعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حددها: أو بنى مسجدا. مسجد عمرو بن العاص بقى له 1400 سنة في مصر ما شاء الله. هل هو نفس المسجد اللي بناه سيدنا عمرو بن العاص؟ لا طبعا، مسجد اتطور على مر التاريخ واتسع وعيد، ويظل الثواب لأصحابه، وكل ما حد بيشارك في التجديد بياخد ثواب لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الايه؟ الكريم، واسع الكرم سبحانه وتعالى. فالإنسان بيحط الصدقة هنا وهو مطمئن القلب، لأن المساجد يعني فيها آذان، فيها صلاة، فيها دعاء، فيها في هنا كمان يعني ذكر انه في مستوصف طبي. الله عز وجل يقول: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انت بتبني مسجد وفي نفس الوقت بتساهم في علاج مريض، ومش بتساهم في علاج مريض في حاله، ده انت بتساهم في حالات ممتده، يعني صدقه جاريه في اكثر من اتجاه. انا يعني بقول ان اللي بيتبرع في مثل هذه المساجد والمجمعات ده كانه بيستثمر مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ياخذ الصدقه ويربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو تصدق بعدل تمره، يعني لو واحد جاب تمره وتصدق بيها، فالله عز وجل ياخذها بيمينه ويربيها يكبرها كما يربي احدكم فلوه. لو واحد اعزكم الله عنده حيوان في البيت بيربيه، نعم، خروف، حاجه، فبتكبر وبتخلف وبتتكاثر وحجمها اعدادها بتتكاثر بتزيد، حتى تصبح هذه الصدقه الصغيره مثل جبل مات يوم القيامة. فالإنسان يبقى مطمئن القلب، بس أهم حاجة المسارعة. ليه؟ لأن الإنسان لو هو خد القرار دلوقتي واتبرع كده ضمن إيه؟ أنه من قوافل المتبرعين. طب لو اتأخر النفس بتسوف، هيلاقي 100 باب تاني ياخذ هذا المال. نعم. يعني ممكن برضو حد من السلام المشاهدين كده يقول: طب ما انا استنى مثلا شهر رمضان الكريم، انا عارف طبعا الثواب والفايده اكثر من اي اوقات اخرى، ولكن هل لو انا في مثل هذه الحاله وانا بوجد مكان ووفر بيت من بيوت ربنا الناس تصلي فيه وتحفظ فيه القران الكريم، وهو محتاجين سوره الانتهاء منه دلوقتي، ايهما بقى افضل، الانتظار لشهر رمضان الكريم، ولا ممكن واخد نفس الثواب لو ساهمت دلوقتي؟ هقول له حاجه بسيطه جدا. اقول له: لو انت ضامن تعيش لغايه شهر رمضان الكريم استنى. لا تاني بقى عجباني. او فعلا دي حقيقه. لو انت متاكد ان انت هتقضي معنا شهر رمضان، خلاص استنى وتبرع في شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني إلى أجل قريب
أول حاجة إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هنا المعنى ده جميل، إشمعنى الإنسان لما يموت يقول يا رب أخرني شهر أخرني يوم علشان أتصدق؟ يعني هو ما ذكرش حاجة تانية، هو بيقول أخرني أعمل إيه؟ الصدق. الصدق. قالوا لما رأى من عظم أجر الصدق، وشاف إن الصدقة دي ليها أجر كبير جدا، فلو أنت ضامن الحياة استنى، غيرك كتير جدا سوف وأجل وقال أنا هتصدق بعدين ثم مات قبل أن يدرك ذلك. فالصدقة في حياة الإنسان مهمة والمسارعة. طب مولانا حاج دلوقتي اتكلمت عن فكرة الإنسان يتصدق وهو عايش. صحيح. وثوابها بيبقى كبير وهو عايش. طب لو أحد من الأبناء برضو بيتفرج علينا ورث عن والده ثروة، هو وأخواته عارفين أبوه ما كانش بيتصدق. صحيح. هل يجوز إخراج الصدقات دي والأب يستفيد من ثواب هذه الصدقات ولا خلاص بقى المسألة بتنتهي؟ يمكن ده سؤال جميل قوي بيلمس مشاعر الإنسان المؤمن اللي هو بيحب نفسه وبيحب والده. كن إنسان بار بوالديك، البر ما انتهاش، يعني بابا مات ماما ماتت معنى كده ان مفيش بر؟ لا، بر الآباء والأمهات بعد الموت بالصدقات الجارية. يعني الله عز الرسول بيقول لنا كده، إذا مات ابن آدم انقطع إيه؟ عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، منها ولد صالح. صالح. الولد الصالح يكثر من الدعاء لوالديه، الولد الصالح يكثر من الصدقات لوالديه، الولد الصالح يصل رحم والديه. فبنقول له خليك ولد صالح، لأن أنت لما هتتصدق أنت نفسك هتاخد أجر الصدقة وكمان تضاف لوالدك وتكون سبب يعني رفع درجاته في الجنة إن شاء الله. ده شيء مهم، دايما كان بيجي لنا السؤال ده يقول لك أنا يعني ورثت الفلوس، هل أنا لو عملت ده مثلا الصدقة الجارية على روح والدي بيوصل الثواب؟ فهيك دلوقتي بتقول لي بيوصل. طبعا بشكل يقيني طبعا. طب احنا دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثة والظروف اللي احنا بنعيشها بقى في عدم اهتمام باللغة العربية ولغة القرآن الكريم. صحيح. وجود مثل هذا المسجد بوجود مركز لتحفيظ القرآن الكريم لولادنا وأهالينا، وده بيعوض دور الكتاتيب أو بيرجعه مرة أخرى، يعني أهمية ده إيه والمساهمة فيه وإعلاء بقى لغة القرآن مرة أخرى؟ ما ده لون آخر من ألوان الصدقات الجارية. سبحان الله، أنا مش بس بحط بناء، أنا البناء له أجر والمنتج اللي خارج من البناء له أجر. دلوقتي إيه اللي هيخرج من المسجد؟ أطفال هيتعلموا الفقه، يتعلم الصلاة، يتعلم الصيام، يتعلم حسن الخلق، هيتعلم القرآن الكريم. تخيل بقى حضرتك كل ما الولد ده يقرأ حرف من القرآن يضاف لك 10 حسنات، كل ما واحد يصلي ويسجد ويركع في المسجد يضاف لك مثل أجر صلاته، كل ما يرفع أذان يضاف لك مثل أجر الأذان، وتكون من أطول الناس أعناقا. هذا استثمار حقيقي. ولذلك احنا بنقول ان الأولاد والأطفال دولت بيدلوا على الايه دايما؟ المستقبل. يدل ان الصدقة دي ستظل سنوات. طب الولد ده حفظ القرآن في المسجد وبعدين راح حفظ أولاده وسافر دولة تانية، نعم، تأخذ نفس الأجر. الصدقة ده استثمار كبير لمن يفقه هذا الأمر، يسارع مباشرة دون تفكير أن يضع أمواله في مثل هذه المجمعات، لأنها ستكون يعني متعددة المنافع. أنت مش بس بتبني مسجد، أنت بتستثمر على شكل موسع جدا، وإن شاء الله تكون سبب من أسباب يعني دخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى بإذن الله. طب السؤال الأخير لحضرتك في حلقتنا النهاردة، فكرة أن احنا بندعي وربنا ما بيستجيبش لينا. طب احنا قلقانين على أولادنا وبنصرف عليهم ولكن ما فيش بركة لا في الصحة ولا في الفلوس. الناس تقول لك ده انا على طول ولادي تعبانين، ولادي عيانين، وبدأنا نسمع فيروسات غريبة وأمراض كتيرة ما كناش بنسمع عنها زمان. هل ده له علاقة بمسألة البخل شوية وعدم إخراج الصدقات المطلوبة مننا؟ رب يعني الرسول بيقول عليه الصدق. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. طب يعني ايه خلفه؟ يعني ربنا هيخلف عليه فلوس تانية وبركه وصحه وحفظ والصدقه يعني تقي مصارع السوء وميتة السوء، فربنا يحفظه من المصائب الكتير. ويقول الاخر
اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني أنت قعدت قلت أنا محتاج الفلوس دي علشان الولد لما يجي يتجوز أبني له شقة ومش عارف إيه، الفلوس هتضيع، لا أنت استفدت منها ولا لا ده ولا ده، لا دنيا ولا آخر، لا دين ولا حياة ولا حياة. فاحنا بنقول علشان تكسب الحياة لازم تستثمر مع الله سبحانه وتعالى في الدين. بكده بشكر حضرتك ونصايح مهمة جدا. بشكر فضيلة الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف، نورت مولانا. الله ينور قلبك. مشاهدينا الكرام، قرية أبو حمدان بمركز دكانس بالدهلية مرة أخرى بنجد حضراتكم بسرعة المساعدة والمساهمة في الانتهاء من هذا المسجد. محتاجين 15 طن حديد، 60 طن أسمنت، 85 متر زلط، و60 متر رمل. كل أمل في كرم حضراتكم ورجال أعمال الموجودين في الدهلية. أنا متأكد أنهم مش هيسيبونا أبدا نتأخر عشان نسارع في الانتهاء من هذا المسجد. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من دين والحياة، مع تحياتي أنا أحمد عبدو.